سيتم افتتاح القمة الثقافية أبو ظبي 2018 غدا يوم الاثنين في أبو ظبي، وبتم إلى يوم الخميس إن شاء الله 4 أيام. القمة هذه دعينا إليها فوق 400 مشارك من 80 دولة، والهدف من القمة هذه السنة في دورتها الثانية هو إيجاد حلول المشاكل اللي واجهها العالم ككل، وحلول ثقافية بالأخص. بيكون عندنا مثل ما تقولين يعني نقاشات هنا في هذا المسرح، بالإضافة إلى عروض فنية موسيقية وغير موسيقية. فعندنا جدول مثل ما تقولون دسم سينال إعجاب الجميع. نحن ندعو الجميع للمشاركة طبعا في هذا النقاش من الحضور. ركزنا هذه السنة على أنه يكون الحضور يشمل مش بس اللي يعملون في مجال الفن، بالإضافة إلى هذا طلبة الجامعات، القادة في القطاع الخاص والحكومة ووسائل الإعلام. هذه قمة للجميع ولازم الجميع يستفيدون منها.